هننتقل لجهاز تنظيم الاتصال اللي أرسل النهاردة لشركات المحمول جهاز تنظيم الاتصالات. أرسل للشركات الثلاثة والشركة المصرية للاتصالات الخطابات الفنية والمالية والإدارية الخاصة برخص وترددات الجيل الرابع للمحمول وللهاتف الثابت ورخص البوابات الدولية. وأمهلت الحكومة الشركات الأربعة المقدمة للخدمات الصوتية، ادتهم 6 أسابيع لتحديد موقفهم النهائي. هيتم البدء في إجراءات الطرح، ومن المنتظر أنه يثار مجددا طلب الشركة المصرية للاتصالات واللي بتمتلك الدولة حوالي 80% منها، طلب تقديمها خدمة التليفون المحمول كجيل رابع. والحقيقة أن في ناس كتير بتتساءل وتقول ايه الجيل الرابع من الاتصالات، ايه الجيل الرابع من شركات المحمول، الناس مش فاهمة قوي التكنولوجيا الجديدة دي، طبعا ولا احنا، لكن اكيد هنفهم وهنعرف، وهل احنا في حاجة ماسة اليه فعلا ولا هو نوع من الرفاهية ربما مش محتاجين نوصله في الوقت الحالي. المهندس شريف